Alors, Rav Marka, bien sûr, en vous souhaitant la bienvenue ce soir. Ce samedi 6 novembre 2021, et à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, les deux ASBL Armande et ACS Horizon, du côté de Liège, ont organisé un événement de grande ampleur. Jamaïet ACS Horizon, Bcharakin, ma Jamaïet Armande, Dumnad Havl Bounesabet Addikra, Store Bain Mestir Khadra, Addikra Ligalia, Fklub Maghariba, Kafatan. والحمد لله كان إقبال جونا ناس من الدول المجاورة هولندا ألمانيا فرنسا حتى من إيطاليا كنشكر كاع الناس اللي ساهموا معنا في تنظيم هذا الحفل بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة وتنظم جمعية أرموند وأسيس أوريزون حفلة كبرى بهذه المناسبة على الأراضي البلجيكية. نحن هنا في المملكة البلجيكية فإن قلوبنا وعقولنا مع المغرب ومع المغاربة من طنجة إلى القويرة، فهذا يوم سعيد ويوم غالي على كل المغاربة وعلى مغاربة العالم. بمناسبة الذكرى ديال المسيرة الخضراء بغيت نشكر جمعية اللي نظموا هذا الحفل. La présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique, accompagné du consul général du Royaume à Liège, en Wallonie et au Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que la performance de la grande star de la chanson marocaine Zakaria Rafouli et bien d'autres sur scène, ont fait la satisfaction des organisateurs, ce qui a donné au public la soif de la célébration. فرحان بزاف بالمشاركة ديالي في الحفلة المغربية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وكان عندي يعني كنت جد فرحان باللقاء ديال الجالية المغربية في هذا الحفل البهيج بحضور مجموعة من الشخصيات السيد السفير ومجموعة من الشخصيات المهمة وتشاركت معهم الأغاني اللي كيبغيوها منها حبينو وكذلك في واحد اللحظة جميلة بزاف اللي هي لحظة باش غنيت صوت الحسن ينادي والعيون عينية لأن هذه اللحظة كتخلد الوطنية ديالنا والتمغربية ديالنا كنشكر ISA Horizon وأختموند على هذه المبادرة الجميلة ونتمنى إن شاء الله لقاء الجمهور الكريم في مناسبات أخرى إن شاء الله وتحية لكل الطاقم التقني وكل الساهرين على نجاح هذا الحفل. يحسني الشرف انني جيت نشارك في هذا الحفل ديال لياج ولاول مره كنجي لياج بصراحه جمهور في المستوى الكبير بمناسبه هذه السهره هذه ذكرى ديال المسيره الخضراء تنقولوا جميع المغاربه الله يطول في عمر سيدنا ويخليه لينا وبصراحه السهره كانت بامتياز وتبارك الله على الجميع لا الطاقم التقني لا منظمين ولا الجمهور اللي جا بكثافة وشكرا لكم جيت سعداء بهذا اللقاء اليوم الحفل متميز ديال الجاليه المغربيه في الخارج اللي مقيمه فهنايا في الديار البلجيكيه بالضبط مدينه ليج حنا كنشكركم بزاف 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 لانكم عطيتونا واحد اللقاء اللي هو خاص تجمعنا عرس رائع جدا يعني دوزنا واحد لحظات زوينه وتلاقينا مع الاخوان ديالنا وفرحانين بزاف 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 بهذا الاحتفال ديال هذا اليوم اللي هو الذكرى ديال المسيره الخضراء وحنا دائما تنقولوا عاش الملك وعاش المغرب La grande soirée marocaine un événement de qualité un moment inoubliable qui restera gravé à jamais dans la mémoire du public marocain venu des quatre coins de Belgique à Liège pour célébrer auprès des ASBL ACS Horizon et Armande le 46e anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Une fête nationale qui fait la fierté de tous les Marocains du monde. De Liège, pour Mabel Inter TV.
محمود العمراني، كرم طاهري، إعلان الخصيمة.